حدش حبني قد فايزة. انا يعني عارف اقول لك ابويا وامي بيحبوني قد ايه؟ هي كانت بتحبني زيهم اكتر. ما شفتش حد حبني زي فايزة. الله يرحمه ويسلم. طول الوقت قاعده في حضني، لو قعدنا مع بعض بعدين لازم تحط ايد عليا تحضرني. اسمعها وهي بتقول يا رب انا مش هقول. تعيط. الاجر بتاع عبد الله في كتاب. ما تقوليش الكلام ده، مش انت بتقوليه. ده في كتاب من اول ما اتولدنا عارف انا همشي امتى وانت هتمشي امتى. عبد الله ما في كتاب مكتوب. الكلام مالوش لازمه تقولي لا. ربنا يا رب ما يشوفش ياخدش بعديك قبل يعني. عايز اقول لك ابويا وامي حبوني قوي، بس هي ما حبتنيش غير يعني. اللي حبني في حياتي مع ابويا وامي هي فايزة. فايزة دي مش كانها مراتي، كانها امي وبنتي واختي كل حاجه. لان انا لم ارى حد في الدنيا بيحبني بالطريقه دي، ولا انسى اطلاقا تعاملها معايا وهي زوجة. عمرها ما علي صوتها لها تستعملني انا. فعلا ساعات اتنرفز وانا عصبي، اللي هي تسيبني كده تيجي تبوسني تقول لي حقك عليا يا ستي، انت ما غلطتيش، انا عشان مش عايزك تزعل تقول لي كده. فكرتيني باللازم مضر. هي كانت تخاف ان انا ازعل، فكانت تيجي على نفسها عشان تفتكر الكلام ده متأثر قوي. الناس كلها بتتكلم عن وقفتك جنبها في فترة مرضها. مفيش شك طبعا، انا عملت واجبي امام الله. بس انا دي بالنسبه لي ام ولادي ولها مكانه كبيره جدا، وستظل حتى الان لها مكانه كبيره. يعني مرضت وما ماتش من المرض في الاخر يعني. يا ريتني وهي مريضه. قالت انا عايز اقول لك حاجه، انت عارفه انا عشت قد ايه؟ قلت لها انا دي صغيره يا فايزه، صغيره. ما وصلتش 50 صغيره. قالت لي لا لا لا، الفتره اللي عشتها معاك هي دي حياتي. وده عمري بداية معرفتك لغاية دلوقتي، وده عمري. لأن أنا في حياتي تعذبت، وارتبطت وتعذبت، واتجوزت وتعذبت، واتبهدلت. وأول مرة أحس إن الجواز متعة وسعادة معاك أنت. والحمد لله عندي منك ولدين. شوف أنا أفتكرها بعيط على طول. لا أصل فايزة مش عايزة كلام تعمل كتير. أولاً هي صادقة وأنا صادق. انا ما حدش حبني زيها. وانا لما هي توفت انا وقعدت ايام فتره انهارت يعني. لما هي توفت وبقيت بحلم الاحلام واصحى بالليل واكلمها وانا نايم، ونروح نروح التراب بالليل. انا قاعد مفتاح التراب فيه ابويا مدفون هناك وامي وهي. كنت بروح لها ساعات، بروح منها كتير طبعا، ساعات تطلع في دماغي بالليل عايز اروح اتكلم معاها. الموت في الجسد لكن الروح كنت بتحلم بيها؟ فقطع الروح بتبقى ما انا في المكان. فهم قطع حاسين بيا مش ممكن. كنت بتحلم بيها بعدها؟ بحلم بيهم كلهم، بحبهم ابويا وامي وهي. فايزة دي مش كانها مراتي، كانها امي وبنتي واختي كل حاجه.